السلام عليكم. أنا اسمي دكتور ياسر الحلفاوي، Chief of Anesthesia وR Director مستشفى صعوب الألماني القاهرة. الفيديو ده موجه للنون كريتيكال أريا فيزيشنز، والهدف منه هو How to deal with airway of the patient. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي الأكسجين ديليفري ديفايسز. هنتكلم على النزل كانيلا، السيمبل فيس ماسك، والفيس ماسك with oxygen reservoir. النزل كانيلا زي ما احنا شايفين هي عبارة عن low oxygen flow device. دي بتديني up to 44% of oxygen. الطريقة حط النزل كانيلا، نحط ال two openings and the two nostrils وبنثبتها ورا ال ear of the patient. بنظبط الفلو بتاع النزل كانيلا من 1 to 6. كل ما زود الفلو باي 1 لتر الاكسجين كونسنتريشن بتاعي بيزيد 4%. امتى بستخدم النزل كانيلا؟ بستخدمها في لما يكون الاكسجين كونسنتريشن بتاع المريض اقل من 94%، بس المريض بيكون ادكوت للبريذنج وعنده جود تايدال فوليوم والاير واي بتاعته انتاكت. الديفايس الثاني هو السيمبل فيس ماسك. السيمبل فيس ماسك بيتحط over the nose and the mouth عشان يعمل tight fitting على the face of the patient. بنثبته ورا ودن المريض. الاكسجين فلو بيبقى من 6 to 10 liters وده بيديني لغاية 60% oxygen concentration. الديفايس الثالث هو الاكسجين ماسك with reservoir. ده برضو بتحط over the nose and the mouth of the patient، بتثبت ورا الودان. ده الفكره فيه ان هو ممكن يديني لغايه 100% اكسجين عند فلو اوف اكسجين 10 تو 15 لترز بير مينيت. ده بنستخدمه في سيريسلي ال بيشنتس، ونستخدمه لما يكون العيان هيحتاج خلاص ادفانسد اير واي مانجمنت. فده زي during preparation ممكن نستخدم الاكسجين فيس ماسك وذ ريزرفوار، ندي المريض 100% لغايه ما نحضر الاير واي انتوبيشن بتاعه. دلوقتي المريض لو حصل له اير واي اوبستراكشن، في ساينز للاير واي اوبستراكشن لازم نكون كلنا نبقى عارفينها. حاجه اسمها سونورس ريسبيريشن، في حاجه اسمها بارادوكسيكال ثراكو ابدومينال موفمنت، ممكن يبقى في فليرنج في الالنجزاي او سترايدر. الموست كومن كوز اوف اير واي اوبستراكشن ان الابيجلوتس والتانك بيفول اجينست البوستيريو فارينجال وول فبيكلوز الاير واي. طب انا اقدر افتح الاير واي ازاي؟ باي ميكينج تو بوزيشنز. الفيرست بوزيشن اسمه الهيد تيلت تشين ليفت. بجيب البال ماي هاند احطه على الفور هيد اوف ذا بيشنت، والاذر هاند بحطها عند التيب اوف ذا تشين على بوني بارت، وابتدي اكستند الهيد اوف ذا بيشنت عشان اقدر افتح الاير واي. هيد تيلت تشين ليفت. الاذر بوزيشن اسمه جو ثراست. الجو ثراست انا باجي عند الانجل اوف ذا ماندبل both sides وpush the mandible anteriorly and forward. Once the airway أنا فتحته بالpositions زي head tilt و chin lift أو jaw thrust، ممكن أحتاج airway agents أو العوامل المساعدة على فتح مجرى الهواء. من ضمنها النيزوفارينجال airway. زي ما احنا شايفين النيزوفارينجال way دي عبارة عن rubber tube، في منها different sizes. إزاي أقدر أختار the proper size للpatient؟ بقيس الـ proper size الـ length بتاع الـ nasopharyngeal tube من الـ area of the nose لغاية الـ lobule of the ear. ده الـ proper size of the nasopharyngeal airway. طيب ازاي اقدر بحطه؟ أول حاجة بعملها لبروكيت الـ nasopharyngeal airway. On the lubrication بحط الـ nasopharyngeal airway perpendicular to the face of the patient، وslight rotatory movement لغاية ما يدخل كامل. بعض الاحيان النوستريل بيبقى فيها اوبستراكشن، I should not push hard. لو لقيت فيه اوبستراكشن بشيلها وبحطها في الاذر نوستريل. الاذر ايرواي ادجنكت هو الاورو فارينجال ايرواي. زي ما احنا شايفين ده عباره عن كيرفد بلاستيك ديفايس، برضه في منه ديفرنت سايز. ازاي اقدر اختار البروبر سايد فور ذا بيشنت؟ اختاره من بقيس المسافه بين الانجل اوف ذا ماوث لغايه الانجل اوف ذا ماندبل. ده البروبر سايز اوف ذا اورو فارينجال اير واي. يفرق معايا ايه؟ لو الاورو فارينجال اير واي كان تو سمول مش هيأدي الغرض منه ان هو يفتح الاير واي،
ولو كان too big هيساعد ان هو يقفل الايرواي مور. ازاي اقدر احط الاورو فرنج الايرواي؟ بحط اول حاجه معكوس بيخبط باتجاه الهارد بلت وجوه فم المريض، بعمل له روتيشن لغايه ما احطه جوه وهي كده يبقى يفتح الايرواي بتاع البيشنت. لو البيشنت بيكمز ابنيك انا محتاج اديله فنتيليشن، بعمل كده عن طريق ديفايس اسمه الباج ماسك فنتيليشن او الامبو باج. دي بتتكون من سيلف انفليتنج باج ماسك، اوكسجين ريزرفوار باج، واند تيوب تو كونكت تو ذا اوكسجين اوتلت. الغرض من الامبو باج او السيلف انفليتنج باج ان ادي جود فنتيشن تو ذا بيشنت. اعرف ازاي الكلام دوت؟ ان انا اجد جود تشيست رايز، جود تشيست انفليشن، والاكسجين ساتوريشن بتاع البيشنت بيتحسن. طيب لازم اللي يكون فيه تايت سيل بتوين الماسك والفيس اوف ذا بيشنت. ده حققه ازاي؟ عن طريق تكنيك اسمه السي اي تكنيك. صباعين دول بيعملوا حرف السي والثلاث صوابع بيعملوا حرف الاي. زي ما احنا شايفين هنا صباعين دول بيبقوا على الماسك عاملين حرف السي، بيضغطوا الماسك على فيس اوف ذا بيشنت بيعملوا تايت سيل، والثلاث صوابع عند اللور بوردر اوف ذا ماندبل، وبعدين بعمل تلت للهيد اوف ذا بيشنت وابتدي انفخ جود فوليوم لغايه ما يبقى عندي ادكويت تشيست رايز. لو انا ما كنتش عارف اعمل جود تايت سيل لوحدي ممكن اخلي زميلي يساعدني، فانا هعمل حاجه اسمها دبل سي اي تكنيك. احط ايديا دي سي اي تكنيك هنا والايدي الثانيه برضو سي اي تكنيك نفس الحكايه، واعمل اكستنشن اوف ذا هيب واسك زميلي ان هو يعمل انفليشن للباك. بعد العيان ما كان بقى ابنك وعملنا له باج ماسك فنتيليشن، احنا محتاجين نحط له ادفانسد ايرواي. هنتكلم هنا برضو بصوره مبسطه على تو ديفايسز. اول حاجه اللارنجال ماسك ايرواي، ده بيبقى شكله عباره عن تيوب وتانج لاك بروجيكشن. الهدف منه ان فتحه اللارنجال ماسك زي ما احنا شايفين تبقى قدام الفوكال كوردز بحيث اي فنتيليشن دخل للمريض يخش على الايرواي على طول. ده الهدف منه. ازاي اقدر احط اللارنجال ماسك بطريقه صحيحه؟ اول حاجه بعمل له لوبريكيشن على الباك اوف ذا لارنجال ماسك، بعدين بفتح الماوث اوف ذا بيشنت وذ ماي تو فينجرز وبسلايد اللارنجال ماسك على الهارد بالت ما بين الهارد بالت وبين التانك لغايه يقف عند مدخل الايرواي. عشان اتاكد ان الرنجر ماسك في مكانه مظبوط بانفليت سواء بالامبو باج او بالفنتليتور الاقي جود تشيست رايز. لو حسيت ان في اي ليك موجود في الاورو فارينكس هنا بسمع صوت ليك، بانفليت الكف بتاع الرنجر ماسك ب 10 مور 10 مل هواء تاني عشان خاطر اعمل تايت سيل ما يبقاش في عندي اي اير ليك. في بس معلومه مهمه عن الرنجر ماسك، ان انا عندي هنا الخط الاسود دوت اميك شور ان هو بعد ما احطه يبقى في الميد لاين عند الانتر انسايزر سبيس، ما يبقاش دايركت تو وان سايد زي ما احنا شايفين كده بيبقى موجود ات وان سايد. لو عملته كده او عملته كده لو كان اذا الهواء اللي هيخش مش هيخش في التراكيه ولا في اللارنكس، هيخش هيبقى معظمه بقى فيه ليك، فلازم اميك شور ان هو موجود في الميد لاين. الاذر واي اوف اير واي مانجمنت، ادفانسد اير واي مانجمنت، هي الاندوتريكيال انتيوبيشن. ده شكل الاندوتريكيال تيوب، وده بتعتمد على فكره ان احنا بنباسيت ثرو الفوكال كوردز، و هاف تو فيجواليز التيوب باسنج ثرو ذا فوكال كوردز. طيب قبل ما احط الاندوتريكيال تيوب لازم اميك شور ان عندي شويه حاجات تكون جاهزه.
يكون عندي لارنجسكوب with different blade sizes، يكون عندي endotracheal tube different sizes، يكون عندي stylet عشان يساعدني على تشكيل شكل التيوب لو عندي difficulty في insertion، ويكون عندي البوجي، يكون عندي 10 مل سيرنج عشان انفخ بها الكف بتاعت التيوب، ويكون عندي suction machine عشان لو في اي secretions في الماوث اوف ذا بيشنت اقدر اعمل لها suction for better visualization of the vocal cord. اهم حاجه في الاوروتراكيال انتيوبيشن البوزيشن اوف ذا بيشنت. في بوزيشن اسمه السنيفنج بوزيشن ان ويتش الاورال والفارنجيال والتراكيال اكسس كلهم بيبقوا الايند. ازاي اقدر احقق البوزيشن دوت؟ ان انا اعمل اكستنشن عند الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت واعمل فليكشن في النك. ده اسمه السنيفنج بوزيشن ان كل الاكسس تبقى 1 على الايند على 1 لاين فور بيتر فيزيولوجيشن اوف ذا كورد. احنا هنا هنوريكم الانتوبيشن عن طريق الفيديو لارنجوسكوبي او السي ماك عشان نوصل لكم الامور وتبقى شايفين هتشوفوا ايه لما تخشوا بالكونفنشنال لارنجوسكوبي. هنمسك المنظار بايدي الشمال كده، هنخش من الرايت سايد اوف ذا ماوث، هنلاقي التانجو قدامي، اوصل لغايه ما اوصل للبجلوتس، البجلوتس شايفينه، بخلي التب بتاع المنظار انتيريو تو ذا بجلوتس واخد التانجو معايا to the midline and lift upwards. زي ما احنا شايفين ابتدى عندي يبان عندي الفوكال كوردز. بمسك الاندوتريكيال تيوب وادخلها، دخلت ما بين الفوكال كوردز، يبقى انا كده في البروبر بوزيشن. بعد ما وريتكم بقى ان احنا ازاي هنشوف الصوره اللي جوه بالفيديو لارنجوسكوب او السي ماك، هنجرب الطريقه العاديه او الكونفنشنال لارنجوسكوب. زي ما اتفقنا تاني، همسك المنظار بايدي الشمال، بخش من الرايت سايد اوف ذا ماوث، اشوف التانج معايا، اسحب التانج تو ذا ميد لاين اند انتيريور، اشوف الابيجلوتس، احط التب انتيريور تو ذا ابيجلوتس لغايه ما اشوف الفوكال كوردز، وبعدين باس الاندوتراكيال تيوب through the vocal cords. شيل المنظار بتاعي، انفخ الكف انتاك الخمسة مل، وبعدين اجيب الامبو باك عشان خاطر اتأكد من ان التيوبة في مكانها. طيب ايه الكونفرماتوري ساينز ان الاندوتريكيال تيوب موجوده في مكانها؟ اول حاجه ان انا اشوف التيوب دايركتلي باسنج ثرو ذا فوكال كورس، ده موست شور ساين. تاني حاجه ان انا اشوف فيزبل تشيست رايز. تالت حاجه ان انا اعمل اوسكالتيشن بسمع على التشيست باي لاترال ايكوال اير انتري، وبسمع على الابيجاستريم ان انا مش سامع اي هواء. طيب في ديفايسز كمان بتكونفيرم ال presence of the tube in the right position زي الكابنوجرافي اللي بيقيس ال expired CO2 and tidal CO2 وبيديني ده في صورة ويف أو صورة نمبر، أو في حاجة اسمها CO2 color detector بيتوصل على ال endotracheal tube وبيديني لو في CO2 ال color بيحصل change، مثلا ال color من yellow to violet، معنى كده ده sure sign إن ال tube في مكانها الطبيعي. طيب بعد ما شفنا الخطوات السابقة عن how to deal with the airway of the patient، محتاجين نتكلم شوية عن how to deal مع ال COVID-19 patient. لو جالنا مريض COVID-19 how to deal with the airway. أهم حاجة ال PPEs أو protective measures بتاع الدكتور اللي is going to intubate، لازم ن make sure إن ال full PPEs applied، سواء من gloves، سواء من aprons، سواء من face mask يكون N95، سواء من الفيس شيلد، سواء من الشوز كفر والهيد كفر. كل الحاجات ديت لازم نتأكد ان هي كلها سليمة وتستد عشان خاطر ما نعرضش حياتنا لأي خطر. لازم نفتكر المقولة المشهورة during pandemic there is no emergency and no urgency. Your safety comes first.
طيب ايه الستبس اللي احنا ناخد بالنا منها؟ اول حاجه ان احنا بندي المريض جود بري اكسجينيشن، بنحاول نافويد نعمل امبو باجنج للبيشنت. البيشنت نعمل له رابيد سيكونس اندكشن، يعني نديله ماسل ريلاكسنت ان جود دوز، ونحط تيوب، نختار الموست اكسبرت بيرسون تو انتوبيت ذا بيشنت. لو هنعمل اكستوبيشن برضه ميك شور ان العيان ما يكحش دون اكستوبيشن عشان ما يطلعش الرذاذ بتاعه في الاتموسفير. في بعض الناس بتحط بلاستيك كفر اراوند ذا فيس اوف ذا بيشنت عشان خاطر نمنع الايروسول بتاعه ينتشر في المكان. الريكفري بتاع البيشنت بتاع الكوفيد بيشنت بيبقى موجود في غرفه العمليات، ما بنقولوش بره. وبعد كده during transport لازم نميك شور لو هو احنا هنقله انتوبيتد ان يبقى متصل بالامبو باج، والامبو باج ما بين الامبو باج وما بين التيوب فلتر HME فلتر. If we're going to disconnect the patient بعد كده في ICU على ventilator، بنعمل clamping للإندوتريكيال تيوب الأول، بعدين نفصل الأمبو باج ونوصل التيوب على الفنتليتور، بعد كده بفك الكلام. إن شاء الله أتمنى للجميع الصحة والعافية وربنا يحفظنا، ونفكر بعضنا كلنا stay home stay safe.